مرحب بالمتميز دائما والزميل العزيز النجم احمد ابو مسلم، منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو، ربنا مع ان يخليك انا في قلبي عايز اقول بس يعني مضطر بقى، انا عامل ايه؟ وحشني حبيبي. والله الحمد لله كله كويس. في ناس قاعده متربصه بيك دلوقتي يعني. لا تعرف كتير طبعا، بس كتير طبعا. مش هنقول اسماء، مش هنقول اسماء. خليها في الاخر. عايز ابارك لك الاول على منصبك الجديد. يا ريت تعرف الساده المشاهدين الاهلاويه احمد ابو مسلم دلوقتي فين؟ لا، هو انا الحمد لله كنت موجود بقالي 3 سنين في نادي وادي دجله، في موجود في كنت ماسك مدير فرع اللي هو الاكاديميه في اكتوبر، بعد كده رحت شيراتون، ودلوقتي ماسك في القطاع، دخلت في القطاع من 2006 اللي هو السنه دي اول موسم ليا في قطاع الناشئين، والحمد لله لسه من اسبوعين بالظبط 3 اسابيع مسكت منتخب القاهره مواليد برضك 2006، اللي هو ان شاء الله اللي فيه تصفيات ليا ان شاء الله اطلع اليابان ان شاء الله في البطوله اللي بتلعب كل سنه تبع منطقه القاهره. طلعت القاهره السنه دي تبقى 2005 اللي هي اللي رايحين اليابان احنا السنه الجايه ان شاء الله. مسكت مدرب ولا مدرب عام؟ مدرب ولا مع كابتن طارق. طارق، كابتن طارق عبد الرحمن. في نادي انبي. وانا ماسك، وحتى المنتخب بعدين 2007 برضك شريف عبد الفضيل برضك ماسك فيه برضك نفس الموضوع. شريف كان في شريف برضك في النادي الاهلي وماسك برضك المنتخب اللي تحتينا. تمام، جميل جدا. بقالكوا في فتره اسبوعين بتقول؟ بقالنا 3 اسابيع بالظبط. 3 اسابيع. انت عندكوا تصفيات، عندكوا بطوله؟ عندنا عندنا بطوله، بس لسه في بطولات وديه يعني الفتره اللي جايه. طبعا انا بنتهز الفرصه طبعا يا ميدو، بشكر مجلس اداره منطقه القاهره طبعا بالكابتن حماده الشربيني وكابتن محمد حشيش والكابتن تامر، كل مجلس اداره صراحه الناس كلها شغاله عايزين تعمل حاجه كويسه في الفتره اللي جايه، وعاملين بلان طويل جدا للمنتخبات. زي ما احنا كنا بنلعب زمان كان عندك مثلا منتخب القاهره، منتخب الجيزه، منتخب القناه وبحري زي ما احنا كنا بنلعب زمان، فهم عاملين بلان الفتره اللي جايه كبيره للمواليد 2005 و2006 كل مدى يعني البطولات المجمعه اللي جايه يعني. اهم حاجه البلان دي يا ابو سلام، دي اللي ناقصه مصر كلها، اللي هو ما محضر مثلا سنه او سنتين لقدام بيبقى عندك احتكاكات كويسه، وده اللي كان فرق ميدو. لما احنا قلنا كنا ايامنا وكنا بنلعب منتخب الشباب، ما كنا مع كابتن شوقي غريب، ما خدنا ثالث العالم، اللي هو الراجل كان عامل سنتين اعداد، فاحنا كنا لعبنا المطوشه كتير جدا ولعبنا بطولات كتير جدا، فكان عندنا الاحتكاك والمستوى الدولي، فعشان كده جبنا ثالث العالم بحاجه زي كده. فعلا التخطيط كابتن شوقي برضو من النوعيات اللي بتخطط لقدام. دلوقتي مع المنتخب الاولمبي كنت معاه على التليفون، او هو كان معاه التليفون وبرضو بساله عن المنتخب الاولمبي، قال لي انا مخطط لكذا وكذا وكذا وكذا، ودي حاجه جميله جدا. كمان كنت معايا المهندس محمد عادل مشرف العام على فريق كره في نادي المقاولين، بيتكلم برضو على التخطيط للناشئين، عنده اهتمامات كبيره جدا بالناشئين الفتره اللي جايه. شايف قطاعات الناشئين رايحه فين يا ابو مسلم؟ ما انا بقول لك كمان، دي طبعا دي ميزه لما يكون المدير الفني عنده بلان وعنده خطه عمل مثلا سنتين ثلاثه دول هقدر احتك بكذا واخش في كذا. استاذنك عشان الموضوع ده مهم جدا، بس قائد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي، الف الف مبروك، وتستحق 100 سنه مش سنه واحده كمان يا سياده العميد. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، ما تحرمش منك والله، ربنا يخليك يا فندم. يعني عايز اعرف طبعا انطباعك، انا عارف ان حضرتك قد ايه مخلص نادي الاهلي وقد ايه بتشتغل، ودايما بقول عليك دينامو النادي الاهلي، ودي حقيقه يعني، مش عايز اقول لك كده وحضرتك معايا، لكن بتكلم كده وكل الناس بصراحه اللي عارفه محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي بيشتغل ازاي وبيشتغل قد ايه. انطباعك عن التجديد من قبل مجلس الاداره؟ لا طبعا الحمد لله رب العالمين، انا يعني بوجه شكر خاص لمجلس الاداره. السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه جدا، وبشكرهم على ثقتهم وتجديد الثقه يعني الحمد لله رب العالمين فيا وفي زمايلي وفريق العمل اللي بتشتغل. يمكن كلنا عارفين السنه اللي فاتت احنا تعبنا فيها قد ايه، واتمنى ان شاء الله باذن الله 2019 نكون على قد يعني المسؤوليه وقد المسؤوليه اللي مجلس الاداره وضعها فينا تاني. انا وبرضه هرجع اقول تاني وزمايلي، لان دول المجموعه اللي بتشتغل، انا يعني مش هقدر اشتغل لوحدي، الحمد لله في تيم ورك كويس محترم على مستوى 3 فروع، استاذي ودايما انا بقول هو فعلا استاذي والاخ الاكبر كابتن حسن مسعود في مدينه نصر، وكابتن الوالد الشيخ الشيخ زايد واخويا خالد مرسي في الجزيره، تيم وفريق عمل بيشتغل الحمد لله رب العالمين. ويمكن يعني النهارده دي شهاده اعتزاز وتقدير من مجلس اداره، قدر المجهود اللي حصل السنه اللي فاتت كله، ونتمنى ان احنا نكون عند ثقه مجلس اداره وثقه الجمعيه العموميه وثقه جمهور النادي الاهلي باذن الله في 2019 ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن، يعني حضرتك اشتغلت في، مش بترفض انت الشغل في ظروف صعبه والكلام ده كله، لازم اقول طبعا قدام الناس ولازم اعرف ناس، والناس عارفه قد ايه اشتغلت الفتره اللي فاتت تحت ضغط كبير جدا وتحديات كبيره جدا، لكن الحمد لله النادي الاهلي دايما بيخرج على ايدين ولاده ومحبين مخلصين جدا، بيخرج من اي حاجه الحمد لله، كانت ضغوطات وعدينا منها، اعتقد هيبقى في اريحيه الفتره اللي جايه يا سياده العميد.
نتمنى ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انا هقول لك يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا متعودين نشتغل كده. اللي بيحب النادي الاهلي بيشتغل في النادي الاهلي تحت اي ظروف، اللي بيحب النادي الاهلي بيخدم النادي الاهلي في اي مكان. احنا متربيين في النادي الاهلي، اتجوزنا من النادي الاهلي، ولادنا في النادي الاهلي، عايشين جواه. فالحمد لله رب العالمين. يمكن الظروف اللي حصلت ممكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني اختارنا او بالمجموعه اللي موجوده عشان خاطر ده الوقت المناسب اللي هي المجموعه دي ده فعلا هتقف مع النادي الاهلي في الوقت دوت. انا اعمل حاجه اللي احنا قدرنا نقف وقدرنا نصمد الفتره اللي فاتت الحمد لله. واتمنى الفتره اللي جايه زي ما انت بتقول تبقى 2019 على النادي الاهلي وعلى جمهوره وجمعيته العموميه ومجلس ادارته. يعني ما حدش يتصور المجهود اللي بيحصل قد ايه، وما حدش يتصور النوايا الخالصه برضو اللي بتشتغل في المكان من بحب واخلاص. من اصغر عامل ده اكبر واحد على راس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، انت بتتعلم منه. خلي بالك كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي وكابتن صلاح سليم، الرموز دي انت بتتعلم منها. احنا كنا بنسمع الكلام ده واحنا صغيرين وعشناه بقى دلوقتي واحنا كبار. انت بتتعلم ازاي تحب النادي الاهلي من الرموز اللي موجوده، ازاي تحب النادي الاهلي من رئيس النادي الاهلي، ازاي يبقى تعبان وخارج من العمليه بيسالك عن النادي الاهلي، ازاي انت النهارده اولوياته ما بيحبش يرد على مهاترات بتحصل كتير، اهم حاجه عنده بالنسبه له النادي الاهلي. هو ده يمكن اللي خلى النادي الاهلي عدى الفتره اللي فاتت بكل المهاترات اللي كانت بتحصل بسلام الحمد لله. واتمنى بقى ان شاء الله باذن الله في 2019 ان شاء الله باذن الله بالفريق العمل اللي مجلس اداره يعني وضع ثقته فيه، اتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تبقى باذن الله خير على النادي الاهلي وكلها انتصارات وبطولات باذن الله. اكيد ان شاء الله يا سياده العميد. وحضرتك بتتكلم في تعب ومجهود بذل خلال الفترة الماضية، وربنا كان بيكلل تعبكم دايما بالخير، ودايما الحاجات بتظهر للناس، ودايما الناس بيقولوا لا بصراحة كان عندهم حق رغم الضغوطات الكبيرة جدا، وبأكد عليها مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين. أنا بقول لك إحنا لسه مخلصين مجلس إدارة دلوقتي، أنا سايب مجلس الإدارة بيكرم فريق باسكت مرتبط رجال وسيدات فريق العربية. فهو ده النادي الاهلي وهو ده اولاد النادي الاهلي، فربنا يكرم. يعني انا بقول اكتر من دعواتكم، وطول ما انتم جنبنا وطول ما قناه الاهلي جنبنا واعلام النادي الاهلي موجود وبذل الحقيقه دايما للناس، دايما احنا بنقول يعني المنبر الاعلامي المركز الاعلامي النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، فربنا يكرمنا ادعوا لنا ودعواتكم ونكون قد الثقه دي وقد ثقه الجمعيه العموميه، ربنا يكرم. لان المفروض السنه دي برضه نقدم جديد غير السنه اللي فاتت. اعضاء الجمعيه العموميه متهيألي اتعودوا على حاجات الحمد لله رب العالمين. السنه اللي فاتت كان في مجهود مبذول، مطلوب مني ومن زمايلي الفتره اللي جايه اللي هم يقدموا جديد برضه ان شاء الله، وربنا يسهل باذن الله. قد الثقه دايما يا سياده العميد، ومن نجاح لنجاح، ودايما كده محب ومخلص نادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع اهلي قوي جدا 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 اكتر من الاول كمان على ايديكم. شكرا جدا لحضرتك وكل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه ان شاء الله. سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي كان معانا على الهاتف، بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك للمره المليون. بتاعتك انا كان سياده العميد وقرات ايجابيه ومسلمه نتكلم عليها، بس بعد ما تكمل الكلام لو انت فاكر يعني الكلام. انا عارف انت ما بتنساش حاجه. لا لا خالص، انت كنت بتتكلم بنتكلم على البلان وبنتكلم على طريقه الشغل بتاعتك اللي انت اهميه طريقه الشغل بتاعتك. كنا بنتكلم مع محمد عادل كان معايا وكان عامل بلان كبيره جدا لناشئين قطاع او قطاع ناشئين مقاولين، وبقول لك انت شايف قطاعات الناشئين راحه لفين في الوقت الحالي؟ والله انا شايف في ناس شغاله بشغل كويس وعاملين طريقه شغل كويس. يعني مثلا اقول لك مثال، مثلا يعني شايف الانديه اللي شغاله كويس جدا، مثلا عندنا وادي دجله شغال بشغل كويس، والدليل على كده اللي انت بقالك سنتين ثلاثه عندك اكتفاء ذاتي من اللعيبه الموجوده مع عندك، والبيئه دلوقتي بتفرغ. يعني مثلا نتكلم عن النادي الاهلي، مثلا محمد محمود ده نموذج موجود، مرعي بيتكلم نفس الكلام، عندك محمد هلال، عندك ست سبع لعيبه دول كلهم من القوام الاساسي من الفرقه موجودين من قطاع الناشئين بتاع النادي. عندك اطار الناحيه الثانيه برضك لو جينا نتكلم عن انبي برضك نفس الكلام، مدعمه كتير بالشكل ده، ماشيين بالساسه دي والناشئين بتاعتهم في مستوى كويس جدا بالذات في سن المرحله اللي احنا ماسكين فيها. عندك مواليد العرب نفس الكلام زي ما انت بتقول، باشمهندس ده حسب لازم يكون في تفاهم وتجانس ما بين المدير الفني للفريق الاول والناس القطاع اللي تحت كله. يعني احنا مثلا عندنا في دجله احنا شغالين نفس الشغل بتاع جونياس اللي هو الراجل المدير الفني بتاع الفريق الاول. جميل قوي. اللي احنا مهندس ماجد سامي السيستم قال لنا قعد معانا اول موسم، اولا احنا عايزين نفس الشغل بتاع الفريق الاول نبتدي مع الشغل. الله الحمد لله ان انا عشت عشان اسمع الجمله دي والله. ما ده كان المفروض ده يحصل يعني من زمان. يعني من اجمل لحظات حياتي والله يا مسلم. نفسي كان في مصر ان احنا نشتغل على دماغ المدير الفني الفريق الاول، لكن يكون ليه دماغ، يكون ليه شكل، يكون ليه اسلوب،
ويكون ليه فكر. ما ده كله زي ما انت شايف ده ثقه من مجلس اداره مثلا. المهندس ماجد سامي عنده ثقه كبيره جدا مع الراجل فتعامل معاه، فعشان كده الدنيا كان في عز فينا اهتزاز في نتائج الدنيا. هو راجل قال لك اتكلم بعد كده قمه الاحترافيه بيعملها ماجد سامي الثقه، فعشان كده راجل كمل. وشايفين امبارح اداء كويس كل كويس حتى لو بيتغلب في ماتشات لا احنا بنثني عليه على طول هنا في قناه الاهلي. احنا بنتكلم دي ثقه موجوده. فده المدير الفني لما يقعد مثلا، كنت بره انا في فرنسا، المدير الفني والسكن تيم اللي تحتيه الفرقه اللي تحتيه لازم يقول لك مثلا احنا عايزين نلعب نفس الطريقه، تلعب 4 3 2 1 نفس الخطه بتاعتي بالزبط. لازم تبقى عليها عشان لما تطلع الناشئ يطلع يلعب فوق ما يستغربش. طب نفس البوزيشن بتاعه. هل هي ابو سلم بنتكلم في حاجات جميله جدا ومهمه جدا بالنسبه لي على الاقل، هل هي سياسه مدير فني ولا سياسه نادي عايز شكله يبقى كده زي برشلونه مثلا؟ برشلونه عامل سياسه للنادي شكل فني للنادي، المدير الفني اللي بيجي بيكون شكله شكل برشلونه، خططه خطط برشلونه. هي دي حاجه من الاثنين. ليه عامل الاثنين؟ المدير الفني وقطاع ناشئين. قطاع ناشئين مثلا انا بوفر المرحله دي لمده سنتين ثلاثه، الشغل بتاعي 1 2 3 4 تمام، بيقعد مع المدير الفني انت مثلا طريقه اللعب بتاعتك هتبقى ايه مثلا 4 3 2 1 بنلعب كده. فلازم الاول لازم تلعب القطاع كله ناشئين من اول فوق لحد تحت يلعب بنفس الطريقه ديت. فدي لازم يكون في تفاهم، عشان كده لازم بقول لك زي المدير الفني للفريق الاول ومدير الفني للقطاع الناشئين لازم بيكون ليهم وجهه نظر في الموضوع، لازم يتكلموا مع بعض. تمام، هنطير بسرعه للنادي الاهلي نشوف كلمه الكابتن الكبير اسطوره النادي الاهلي محمود الخطيب لفريق كره السله. ده شيء اعتقد كل شبابنا الصغير اللي اتفرجوا عليكم كلهم شافوا 16 سنه بيعمل ايه، شافوا الكبار بيعملوا ايه، شافوا بنات بيعملوا ايه، اكيد ولد جواهم يعني ايه نادي اهلي، يعني ايه فانيلا حمرا، يعني ايه الروح اللعب روح فانيلا حمرا. هو ده اللي دي رسالتكم لازم تحافظوا عليها ولازم تستمروا فيها علشان هو ده اساس النادي الاهلي. ولكن خلاص احنا قلنا نلتقي النهارده عشان نشكركم على روحكم، نشكركم على دهكم، نشكركم على تعبكم. الاسره اللي انا شايفها ديت حتى في الملعب في باسكت اتحط بيسموه ايه بقى هو الدانك ده، لقيت الاحتياطي كله تحت الباسكت. دي حسيت ان الناس كلها قلب واحد، حتى اللي قاعدين بره كل الناس قلب واحد، كل الناس. هو ده يا شباب الهدف، هو ده المكسب الرئيسي من البطوله، احنا بنقدم نموذج عامل ازاي. هنا بقى الناحيه الثانيه خلاص بطوله خلصت، في بطوله ثانيه كويس، هنا هيبان معدن اخر. احنا قادرين ان احنا ننافس بقوه وبشراسه على اي بطوله بنلعب فيها. انسى بقى المكسب، المكسب ده اللي حصل ده تاريخ واتحط في تاريخنا خلاص، لكن المستقبل اللي جاي هيبتدي النهارده. مستقبلنا اللي جاي هيبتدي النهارده، ناويين باذن الله نمشي على نفس النهج ده ان شاء الله. هنلاقي يعني اعتقد نتيجه ان شاء الله مبهره ونتيجه كويسه باذن الله. اكتر حاجه انا بشكركم وعيد شكر تاني ليكم، الاداء والروح القلب معنى فانيلا الحمراء هو ده اللي احنا شفناه المره اللي فاتت. وسعدت جدا جدا كمان طبعا ان احنا عندنا شاب صغير، انا شفته 20 سنه على التلفزيون، قال له 20 سنه 18 سنه حاجه ما شاء الله، وكويس ان انت اديتهم فرصه. ده شيء كويس جدا باذن الله. انا بس يمكن بقول لكم مشاعر زمايلكم واخواتكم الكبار اعضاء مجلس اداره، وتقديرنا لمجهودكم الفتره اللي فاتت، وده ننساه علشان احنا خلاص دخلنا على البطولات الثانيه، فننسى الكلام ده على اساس ان احنا ان شاء الله اللي جاي خلاص هو دوت اللي احنا التاريخ اللي هيتكتب، مش تاريخ كتب خلاص، احنا في تاريخ كتب خلاص، التاريخ اللي هيتكتب محتاج مننا شغل كتير. كمان الحقيقه يمكن برضه من يعني لما شفت ان احنا عندنا عناصر مميزه جدا ان شاء الله في المستقبل، مش بس لاعبين ومدربين، اعتقد ان احنا عندنا مدربين ان شاء الله يكونوا يقدموا حاجات كويسه جدا الفتره الجايه ان شاء الله. في لعيب كان عندنا مصاب ما اعرفش اخباره بقت عامله ايه. ايه يا كابتن ايه الاخبار؟ كويس؟ في حاجه يا كابتن جاب في حاجه؟ لا يعني عملت له اشاعه وبتاع بس، لكن مفيش عمليات الحمد لله. ألف سلام عليك، ألف سلام. وبرضه نفس الكلام لما أصيب زميلكم، أعتقد إن مشاعركم كلها وحتى المدربين بتوعكم كلهم اتنقلوا. يا جماعة الأسرة دي والعيلة دي هو ده أساس النادي الأهلي،
ارجو ان احنا نحافظ على الروح الموجوده دي باستمرار ان شاء الله. فاشكركم جدا وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون برضو ليكم باذن الله ان شاء الله. شكرا يا شباب. ممكن بقى ناخد صوره سوا يا شباب. الطبيعي بتاع النجم الكبير رئيس النادي الاهلي واسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب دايما بيتكلم عن قلب النادي الاهلي، بيتكلم عن روح النادي الاهلي، فنان النادي الاهلي، عيله النادي الاهلي، الحاجات اللي هي شكل الاهلي، قبل ما يتكلم عن فنيات وقبل ما يتكلم عن حاجات محفزه للاعبين، بيتكلم عن بطولات خلاص بطوله وخدناها، دايما بيتكلم عن قبل كده. قبل كده الكابتن محمود الخطيب قال، قلت لكم قبل كده لو تفتكروا في احد مؤتمراته بيتكلم عن كاس العالم للانديه وكان تخطب كاس الافريقيه، دايما بيبقى طموحاته بعيده شويه. ده الكابتن محمود الخطيب ودي كانت كلمته لفريق كره السله. كابتن ابو مسلم، انجازات في النادي الاهلي، انت عارف طبعا انت عشت النادي الاهلي وكان عندك كمان تجربه ناجحه في فرنسا 5 سنين، اكبر او اطول محترف مصري في فرنسا اعتقد. زي ما انت قلت يا ميدو، اكيد النادي الاهلي دي الواحد اتربى في النادي الاهلي وجوه كيان من عندي 8 سنين ما كان مدرجات التتش دي كانت لسه ملاعب خماسيه صغيره، فالواحد اتربى في النادي الاهلي كتير وكان موجود فترات كتير، انجازات كتير. وفي العصر احنا كنا بنتكلم فيه اللي كنا موجودين فيه من اول 99 لحد 2009 و2000، الحاجات دي كلها كانت البطولات النادي الاهلي كان مكتسح. فطبيعي اللي انت ده مش غريب، الكابتن الخطيب طبعا قيمه كبيره فاكيد هو عارف احسن حاجه النادي ايه ومصلحه النادي ايه بالظبط. فطبيعي اللي انت لازم كل فتره لازم تعمل تجديد ولازم تعمل يبقى لك رؤيه واضحه في الفتره اللي جايه. طبعا طبيعي. هسالك في حاجه، يعني الشغل بتاعك دلوقتي في منتخب القاهره ابو مسلم، قول لي طموحاتكم ايه؟ قبل طموحاتكم قول لي خططكم ايه مع هذا الفريق؟ والله زي ما قلت لك، لما اتكلفنا بمجلس اداره مثلا بتاع منطقه القاهره كابتن حماده الشربيني وكابتن محمد حشيش ومجلس اداره كابتن ايمن حسان وكابتن احمد، الناس كلها طبعا عشان ما انساش حد، وكابتن طارق، احنا بقى لنا فتره بنشتغل ميدو من اول الساعه 7:30 الصبح يوم الجمعه والسبت، بنعمل تصفيه وبنعمل انتقاء للاولاد اللي موجودين. فاحنا خدنا مثلا كل الانديه الموجوده كلها اللي هي في الدوري اللي هي السوبر اللي شغاله فيه، فاشتغلنا فيه الفتره اللي فاتت كلها مثلا من 110 120 ولد صفينا مثلا 45 ولد. دلوقتي دخلنا على المجموعه البي اللي هي 2006 برضك، بي نفس الكلام صفيناها كلها، طلع منهم عدد قليل اللي هو مثلا 5 6 بالظبط. فاحنا بنعمل انتقاء طبعا وبنعمل الفتره اللي جايه، عشان في زي ما قلت لك اهم حاجه يكون عندك ميدو، قلنا من اول الطريق اللي انت يكون عندك بلان طويل اللي انت تقدر تعمل الشغل بتاعك على المسافه الطويله بالظبط. هم عندهم في بطولات جايه وفي بيخاطبوا منتخبات تانية موجوده، زي ما احنا كنا زمان بنطلع منتخب الجيزه كان مثلا بيطلع المغرب، احنا السنه دي هم عندهم كل سنه بيعملوا بطوله بتاعت 2005 السنه دي اليابان، فهم بيعدوا السنه دي 2005 واحنا السنه اللي بعديها، فسنه بيديك سنه تقدر تشتغل فيها وتقدر تعمل الانتقاء الموجود في الاولاد. وشايفين 2006 انا شايف في اولاد مميزه جدا، في ناس عندنا ناشئين كتير جدا وعندنا مواهب كبيره جدا، مميزه كبيره جدا، بس اللي يقدر يطلع الناس دي لازم تبقى عندك الجراءه. انت بتشوف، يعني احنا لما تيجي تنتقي اولاد اختبرنا الاهلي ام بي المقاولين، اتكلمنا انا ومهندس احمد عاد بصراحه كان حلقه جميله جدا، اتكلمنا ان انت بتنقي ناشئين كتير قوي وبتنقي لعيبه كتير قوي وبتبقى خايف تقول لواحد شكرا عشان شايف ان هو يبقى لعيب كويس. يعني لما مثلا النادي الاهلي بينقي مثلا مش اقل من 150 واحد تمام، ما انا بقول لك ام بي نفس الكلام، بس بعد كده دول بيروحوا فين ما تعرفش. ما بص يا ميدو، خلي بالك برضك اللي انت مثلا النادي وجماهيريته وحجمه بتختلف مين لعيب من لعيب. يعني مثلا النادي الاهلي كل سنه مثلا في اختبارات النادي الاهلي بيجي له مثلا فوق نقول 30 مليون 40 مليون مثلا اختبارات، صح؟ كتير بيجي له كتير جدا. عم بينتقي مثلا بيطلع منهم مثلا 80 90 120، فلازم 120 بيكون جامدين جدا. لازم الفتره ديت لازم تعمل، كان مثلا موجوده زي ما بقول لك كان موجود في دجله مثلا حاجه اسمها جي ام جي، دي مثلا 20 ولد او 25 ولا 30 ولد بالظبط بيتمرنوا مدرب لوحدهم ما لهمش دعوه بمسابقات، ليهم رعايه خاصه، رعايه خاصه وليهم كان شغل كمان. مش قاعدين في القاهره، قاعدين في مثلا في السخنه بالظبط، بمعاه مدرب اجنبي مثلا فرنساوي او مغربي من الموجود لهم. التجربه دي توقفت ابو مسلم؟ اي توقفت، بس كان دليل الفريق الاول كلها منهم دلوقتي. يعني الفريق الاول مثلا كل الموجود منهم دلوقتي نفس الفتره اللي فاتت. فاهم حاجه يا ميدو لازم نتكلم فيها القرار لازم يكون موجود عندك، قرار اقدر ادفع بالاولاد دي كلها، لازم يكون عندي الثقه، لازم يكون عندي سبورت وراهم في حاجه كتير جدا. النادي الاهلي طبعا الناشئ اللي بيطلع لازم يكون ينحط في صخر الاهلي او الزمالك او اسماعيلي او الانديه الكبيره، عشان لازم مدرب يسكله. يعني انت بتقول بتختار 120 واحد، انا عايز 120 واحد دول على الاقل اشوف منهم 30 واحد
ما انت لازم تشوفهم بعد كده في الدوري القطاع بتاعهم، لازم تكون متابع كويس، لازم يكون في مدير اللي هو المدير التنفيذي الموجود مثلا في القطاع كله عن المسؤول عن الناشئين، لازم يكون بيحضر التمارين، يعني بيحضر الماتشات كلها بتاعت القطاع كله، عشان مثلا 2006 عندك 8، 2010 عندك 9 اولاد اللي هم المرشحين اللي هم يكون لعيبه ليهم ليهم موجودين. بالزبط. فلازم يكون في اتصال، ما ينفعش يكون مثلا قطاع ناشئين في اتجاه ثاني يا ميدو والناس الناحيه الثانيه في اتجاه ثاني خالص. ده اللي بيحصل، ما ينفعش. ده اللي بيحصل، ما الدليل على كده انت ما طلعش ناشئ كويس الا كل مثلا 3 سنين طلع 2 3، وكمان ما بقاش متكامل او شبه متكامل، او تشتري من بره، او تشتري من بره الانديه الثانيه اللي ماشيه بصفه كويسه جدا. يعني مثلا زي ما قلنا قلت لك دجله ماشيه نفس الطريق، ام بي شغال نفس الكلام، مولين العرب نفس الكلام. بالزبط. فدي سياسات لازم يكون نفس النادي الاهلي نتمنى يكون ليه سياسه في الموضوع ده يكون احسن. اعتقد انه في سياسه قريب جدا. اتمنى طبعا الكابتن الخطيب زي ما قلنا لازم في قرارات، وشفنا ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في حاجات احسن من كده كتير. وفي الثقه، احنا الثقه موجود كل الناس الموجوده ابناء النادي الاهلي وعندنا الثقه فيهم لما يطلعوا لنا احسن حاجه. طبعا بتجمعوا اللعيبه كلها قد ايه؟ والله احنا فترة زي ما قلت لك في تصفيات وكده، بنطلع مثلا بنتجمع مثلا كل جمعه وسبت عشان امتحانات اولاد، ممكن نجمع جمعه وسبت الاثنين. طب لما يكون في فتره مضغوطه بقى بتجمعوا الاولاد كلها؟ لسه بقى الفتره الجايه بقى مع نعمل بقى الخطه بتاعتنا المعسكر لما نبتدي طبعا هنعمل دوشه وديه طبعا على مستوى الجمهوريه في كذا حاجه، بس لازم من الاول نصفي مثلا القوام الاساسي، ما يكون عندك 30 ولد او 25 ولد تقدر تشتغل عليهم. ما دلوقتي انت فتره تصفيات لسه ما حطيتش ايدك على مثلا على 20 ولد، لسه بتحط التصفيات على حاجه ثانيه. تمام، تعال نتكلم شويه عن النادي الاهلي. الاهلي الفتره اللي فاتت كان في تحديات كبيره جدا ابو مسلم للاهلي الفتره اللي فاتت، لكن الاهلي قدر كالعاده ان هو يخرج من هذه التحديات. لعبنا افريقيا، كان ماتش الاخير ده كان الماتش الاخير ده يعني كان في ظروف، انت عارف اثيوبيا طبعا لعب فيها مستحيل، اثيوبيا لعبت فيها بطوله الامم الافريقيه واحنا صغيرين عندنا 17 سنه وخدنا ثالث، صعبه جدا مستحيله. رحنا قعدنا هناك فاحنا رايحين جايين جري كتير جدا. تاني حاجه النفس صعب جدا، يعني انا بقول اي حد بيلعب في اثيوبيا الموضوع بيبقى صعب مختلف. صعب بالذات اثيوبيا لا تبقى نازل اساسا عايز الماتش يا رب الماتش يخلص امتى بقى. ده انا مصدق نعمل حاجات زي كده. تاني حاجه كان كابتن شاوي يعني كان هو عنده خبره في الحاجات دي، كان ماسك مع الدكتور محمد علي فهو وفر علينا كتير. زي ما قلت لك لما يكون حد عندك طريقه شغله على مستوى ما كان ماسك مع حد قبل كده ممكن الدنيا بتختلف. فهو كان عارف كده، عشان كده رحنا قبلها باسبوع ولا 10 ايام اشتغلنا تمرينات بتوقيت مختلف، مثلا مره الساعه 2 الساعه 3 وقت حاجه. في افريقيا زي ما قلت لك يا ميدو عندك اختلاف الفصول الاربعه بتشوفهم في وقت واحد، بتمطر والدنيا حر ورطوبه كل ده في وقت في نفس اليوم في ساعتين ثلاثه. فطبعا الحمد لله ان الاهلي زي ما قلنا اللي ماشيين بطريقه، الانديه كبيره والانديه الجماهيريه والنادي الكبير ميدو لازم لما يحصل مثلا يحصل اخفاق بيقدر يرجع بسرعه، وده اللي احنا متعودين طبعا ما كنا موجودين في النادي الاهلي على طول. طبعا شفت اصابات بالحجم ده ابو مسلم خلال الفترة اللي انت لعبت فيها في النادي الاهلي؟ اولا في اصابات كتير جدا ما كنتش متخيلها، يعني في اصابات كتير جدا، فده يعني اكيد زي ما قلنا السنه دي في كذا عامل للاصابه عشان تبقى انت خلي بالك منه. عامل مثلا البرنامج التمرين وكلها عامه ما موجوده قد ايه، البدني موجود ازاي، المطوشه بتلعب قد ايه، بتريح قد ايه. فاحنا السنه دي شايفين الدوري مضغوط جدا. تاني حاجه معدل الاحمال تعلقه بالبدنيه بتاعتك لازم يكون عارف كويس الشغل بيشتغل ازاي. طبعا. اللعيب عليه عامل اميدو برضك، لازم نتكلم اللعيب لازم يكون بيحافظ على نفسه كويس. طبعا. لازم بيشتغل كويس، لازم بيقدر يريح نفسه بشكل كويس عشان يقدر يعمل كومباك بسرعه. انت تلعب كل 3 ايام ماتش، فطبيعي لما ريحش نفسك بشكل كويس هيبقى عندك مشكله. فده طبيعي. زي ما شفت محمد يوسف ازاي الفتره اللي فاتت؟ والله كابتن يوسف تجربته أدل عليه، اشتغل في فتره صعبه جدا، أدل عليه بأداء كويس، الادوات اللي كانت عنده قدر يشتغل بيها بمستوى كويس، حقق المطلوب اللي احنا عايزينه اللي هي ده وصلت دوري مجموعات، والمؤجلات اللي انت كلها لعبتها في الدوري كسبتها. اداء كويس، فبس لسه في اكتر من كده كتير طبعا. الفتره الجايه مع لاسارتي اعتقد ان كمان يوسف سهل الموضوع شويه على لاسارتي، عنده السبت الداخليه يوسف، اعتقد ان هو برده هيبقى اخر ماتش، او اكيد مش اعتقاد هيبقى اخر ماتش ليوسف. لاسارتي المأموريات سهلت شويه ان هو خلاص يلعب مجموعات، شكل الفريق استقر في الدوري، اصابات كتير رجعت يا ابو مسلم، الظروف بقت معاه شويه. هي الظروف طبعا اتغيرت احسن كتير. عندك فتحي رجع بقى دخل في الفريق زي ما احنا بنتكلم. في لعيبه كتير رجع نفس الكلام. فانت عندك دلوقتي مثلا نقول مثلا 5 عناصر او 6 عناصر كان عندهم مشاكل كبيره الفتره اللي فاتت، ابتدوا يخشوا بشكل الفريق، هيعملوا اضافه قويه. الراجل مثلا دلوقتي هيقدر يشتغل بشكل كويس، شكل هادي شويه. فانا شايف الراجل هيبقى يخش يعني غير كابتن يوسف. كابتن يوسف كان فتره صعبه جدا جدا، الراجل هيخش جداً. احنا بنحيي كابتن يوسف طبعا، وده ابناء النادي الاهلي كلهم مخلصين في اي وقت هيطلب منهم في أصعب اي فتره شفتها، لان كانت كل حاجه ضده، كل حاجه ضده بصراحه. لعيبه مصابه،
الفريق مش عايز اقول واقع دي خالص، فريق مهتز فنيا، النتائج مش خدماه، فده طبعا. واللعيبه كمان يا ابو مسلم مش قادره تستحمل الضغوطات الكتير قوي اللي حواليها، والضغوطات كانت صعبه بصراحه. ما اللي عمل كده بيدول انت مثلا النادي الاهلي دخلت في بطولتين فطلعت منهم في بطولتين في وقت قريب جدا، فده اللي كان صعب، بالذات كمان بطوله افريقيا اللي احنا قلنا مثلا دي بتبقى صعبه شويه، الاداء فيها ما كانش عاجب مستوى يعني الناس كلها، زي ما قلنا كان في سوء حظ كبير وفي عدم توفيق من اللعيبه، كان في لعيبه معينه اداء مش كويس، فده طبيعي. بس زي ما قلت لك كابتن يوسف ادى اللي عليه واشتغل بشغل اداء كويس، الراجل اللي الظروف احسن شويه كمدرب بناء داخل على الاصابات، رجعت الدنيا اهدى شويه، النادي بقى فيه اكتر وقت ثقه، والناس الجماهير كلها بتلف حوالين الفريق دلوقتي، كله سبورت للفريق، فشايف ان الراجل دخل السنه دي هتبقى السنه هتبقى كويسه ان شاء الله. شايف محمد محمود بصفتك طبعا من شغال في دجله دلوقتي وعارف كل كبيره وصغيره في دجله، محمد محمود شايفه ازاي مع النادي الاهلي؟ محمد محمود اضافه قويه جدا، كان حتى بنتكلم لعيب مميز، نتكلم عليه امكانياته، لعيب كويس جدا. امبارح شفت في نص الملعب بيلعب رقم في نص الملعب، بيلعب بيتحط تحت راسين حربه في نقطه تحت الحته بتاعت عبد الله السعيد، بيلعب بيأدي فيها، لعيب مميز، لعيب ما بيتكلمش، وشه في الارض على طول، لازم تحط تحتيها 100 خط، اللي هو اللعيب بيشغل تمرينه ويخلص تمرينه ويروح البيت. امبارح كان معايا على التليفون حاجه جميله قوي. لا هو راجل سلوكيا كويس، وعايز اقول لك على حاجه اللي احنا بردك الفتره اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الانتقاء برضك لازم يكون عندك السلوكيات لازم تكون كويسه. برافو عليك. يعني احنا حتى عامه لما تشوف مثلا المنتخب اللي احنا ماسكينه الدنيا بتبقى اهدى شويه، في دجله نفس الكلام، ما تلاقيش ناس كتير بتعترض، بص حتى على الاولاد الصغيرين ما حدش بيعترض ما حدش بيتكلم، فالحته السلوكيه دي لازم تبقى قويه جدا. زي ما احنا كنا بنلعب زمان كان في ناس اقوى مننا ب 40 50 اكتر مننا كمستوى، بس السلوكيات كان عندها كان في مشكله فما قدرتش تكمل، فاللي بيقدر يكمل الولد اللي هو ملتزم، عارف تمرينه ايه، عارف وجباته ايه، فمحمد من نوع اللعيبه المميزه جدا، سلوكيا كويس جدا، يقدر يفيد النادي الاهلي، يعني هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، متوقع ان هو هيبقى اضافه قويه جدا للنادي ان شاء الله. تيجي نتكلم بصراحه شويه؟ اتفضل. يلا بينا. المدربين كابتن الكبير كابتن طارق العاشري، كابتن علاء عبد العال، طلعوا رحلات بره نادي الحرس وبره نادي الداخليه ورجعوا تاني نفس المكان، شايف ده نجاح؟ شايف ده اخفاق؟ شايف ان هو بيدور على نفسه تاني في فرقه؟ شايفها ازاي؟ بص يا ميدان، الموضوع ده كويس قوي اللي انت فتحته، في مدربين بتؤمر بمسار، لا في مدربين خلي بالك بتبقى متعود على حاجه معينه، ميزانيه معينه، مثلا ميزانيتك السنه دي 1,600,000 جنيه، 2 مليون 3 مليون، هم دول مش هيطلع مش هيزيدوا عن كده، فلما تشتغل في المنظومه دي عارف داخل لي ايه وهطلع ايه وهجيب ايه وهحط مين وهطلع مين. تمام. انت فاهم ازاي؟ تمام. فكابتن علاء كان من النوعيه دي، ميزانيه كبيره جدا والنجوم كانت اكتر من كده، يعني في ناس بتتعامل مثلا كابتن علاء مدرب كويس وكل حاجه، بس انت عندك التعامل مع المدرب مع النجوم بيختلف مع الناس اللي هم العاديين، يعني اللي هي اللعيبه العاديين، مثلا عندك في الفرقه بتاعتك نجم واحد غير ما يكون عندك مثلا في ام بي 12 نجم 13 نجم، فانت هتطلع ده يحصل مشاكل هتصدم بدوت، ففي بتبقى في الكوره لازم يكون انت عندك سياسه اللي انت تقدر تتعامل ازاي مع الناس. فكابتن علاء لعيب مميز ومدرب مميز وكل حاجه وادى اداء كويس، بس هي الكيمياء مش ماشيه معاه. عندك مدربين كتير نفس الكلام، كابتن طارق العاشر نفس الكلام، مدرب قدير جدا مدرب كويس وجاب بطولات مع حرس حدود، بس لما قدر يطلع في في في, في قاعده اوسع شويه واكبر شويه، راح دجله سافر بره، ما بقول لك لما لعب يعني مسك في قاعده كبيره شويه واحسن شويه، يعني الدنيا مختلفه شويه، الظروف ما خدمتهوش وهو ما اتعودش على حاجه زي كده. فدي بتبقى اختلاف المدرب عن مدرب، مثلا زي عماد، لو جينا نتكلم عماد النحاس، عماد النحاس ما مسك العكس عكس الناس دي خالص، يعني انا جبت لك عماد مسك من تحت، مدرب قوي جدا، مدرب كويس جدا، من الناس اللي انا بحبها، مسك من انديه صغيره، مسك اسوان، مسك النصر التعديل مثلا، مسك انديه صغيره، لما حط في حته منظومه قويه وعندها قطاع قوي وعندهم عندهم منظومه كويسه، بان قوي عماد النحاس كيف يعني التكيف بتاعه بسرعه جدا، وعمل لهم شغل كويس ولا رابع الدوري او خامس الدوري. ده العكس، ان انت مثلا لما يكون عندك منظومه منظمه وكل حاجه وانت واخد على كده، والدليل على كده عندك عماد كان لعيب كبير، فلما قدر يخش في حاجه زي كده سهلت له كتير، لما انت تكون بتلعب ومن زمان متعود على حاجه زي كده، لما تبقى مدير فني بتقدر بعينك بتستجيب ازاي، بتعرف اشتغل ازاي واعرف اتعامل ازاي، فدي الفرق بين ده وده. شايف ده نجاح ولا نجاح طبعا ولا لا مش عماد، لا الكابتن طارق، لا ما هو بص كل مدير فني ممكن يوفق في حاجه ممكن يختلف في حاجه ثانيه، بنشوف مثلا عندك مورينيو، ما حدش اختلف على مورينيو، انا اختلفت عليه من زمان جدا. لا هو في ناس يعني جاي اتكلم، هي الفتره دي مثلا مش لا كويس، لا من اول حتى في عز انت عشان انت بتحب جارديولا عشان هو شبك جارديولا عبقري ايوه عبقري، فبقول لك مورينيو مثلا الكيمياء بتاعته ماشيه مع فرق معينه مميزه جدا، وفرقه ثانيه ما بقاش كان في تشيلسي حاجه ثانيه مختلفه، فلما رجع ثاني فالدنيا بتبقى مختلفه، فهي توفيق وعدم توفيق.
مع ان جوارديولا عمال يخسر دلوقتي ابو مسلم والله. لا وارد، ما انت خلي بالك وارد انت بتكسب وبتخسر، بس اهم حاجه الاداء عندك. فكرتني شايف برضو ظاهره تغيير المدربين والاستعانه بمدربين كانوا في فتره برضو عندهم اخفاقات ورجعوا برضو نفس الاستعانه. لا هي تغيير المدربين دي نقطه صعبه جدا. انا جيت كويس اللي انت كلمتنا فيها، دي نقطه صعبه جدا. انا بشوف مدرب مثلا في الدوري الممتاز ماسك فرقه مثلا خامس او سادس في الدوري، بيمشي يمسك فرقه تاني مثلا بيمسك المركز الاخير او العكس، واحد بيمسك ماسك المركز الاخير بيبقى في نتائج سوء نتائج، يمسك في الفرقه الاولانيه اللي هي الاول والثاني والثالث والرابع. فدي دي على اي مقياس؟ المفروض انا المدير الفني لما باجي اتكلم معاه، احنا مثلا طموحنا السنه دي نبقى في مربع ذهبي، السنه دي نبقى طموحنا مثلا نبقى في وسط الجدول، فلازم اشوف الاول سياسه النادي ايه، اللي انت عايز ايه بالظبط. فشايف تغيير المدربين، في ناس ادت مستوى كويس وفي ناس ما كانت طبيعي اللي هي النتائج بتاعتها ما خدمتهاش وكانوا اداء مش كويسين. فدي كانت نقطه في مدربين كتير ما ادوا باداء مش اللي هو المنتظر منهم يعني. وشفنا احنا مثلا دلوقتي حسبناهم مثلا 14 مدرب او 15 مدرب حاجه زي كده. تمام. يعني قبل ما نروح في لقاءات لسه في داخل النادي الاهلي، الاهلي والداخليه يوم السبت اللي جاي ابو مسلم، زي ما قلت او ما اتكلمنا فيه، خلاص في رجوع لعيبه مميزه جدا، عناصر انت افتقدتها ويعني كانت هتفرق معاك كتير قوي الفتره اللي فاتت، احمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور لسه شويه. قبل ما نتكلم في النقطه دي تحديدا، شايف دفاعات نادي الاهلي اللي هي السرد باكين في ايه؟ لا هو زي ما قلت لك الدفاع كان عندنا مثلا بطوله افريقيا دي كان في مشكله، اللي هو كان البطوله ضاعت طبيعي، فاللعيبه الموجوده سعد لعيب مميز وكل حاجه، بس طبعا الضغوط كانت قويه جدا. فمثلا بيحصل تراجع، بتفرق اللعيب عن اللعيب، ممكن لعيب بيقدر في الفتره معينه مثلا اسبوع بيقدر يلم نفسه بيرجع تاني، وفي لعيب بتاخد معاه وقت شويه. فسعد سمير من اللعيبه المميزه جدا، واصاباته الفتره اللي فاتت شفنا هاني لعب في المكان ده كان مميز برضك. فانا شايف كوليبالي مثلا نوعا ما يعني لسه بنتكلم عليه، هو لعيب كويس كل حاجه، بس انت بنتكلم اميدو فيه لعيب بتيجي طبيعه النادي الاهلي بتبقى شكل النادي الاهلي. بس كوليبالي اول ما جه كان كويس قوي، كان كويس جدا. تاثر نفسيا برحيل باتريس كالتيرون؟ هو اتاثر طبعا عشان مدرب عارفه وفي ثقه ما بينه وما بينهم، ممكن بتبقى طبيعي في ناس كده، في ناس مثلا بتبقى، وفي ناس زي ما قلت لك الثقه عندها في نفسها بتبقى الموضوع صعب شويه، لما اتعرض لضغطه او هزه قويه جدا لازم باخد وقت. فهو ممكن من طبيعه الناس اللي هي بياخد وقت عقبال ما يرجع شويه يرجع بشكل احسن من كده. بس انا شايف النادي الاهلي مثلا يعني قلنا الاضافات كلها، معلول رجع يبقى مفتاح من مفاتيح اللعب، النادي الاهلي قويه جدا، فتحي لعيب كبير وبيفرق كتير جدا، الروح اللي موجوده في الفريق بيبقى اقوى من كده. مؤمن رجع كمان، وعندك مؤمن رجع الماتش اللي فات احرز هدف ومشي بصفه كويس. رجعت شريف اكرامي، عندك مثلا شريف دلوقتي وشناوي نفس الكلام، منافسه قويه جدا. وليد سليمان مثلا ما شاء الله نمسك الخشب طبعا، اللي هو ما شاء الله الفتره دي من اللعيبه من الاعمده القويه الموجوده بتقدر تتحكم في اداء النادي الاهلي. ناصر ماهر، ناصر ماهر رجع بشكل كويس، عايزينه يلتزم اكتر من كده. نيدفيت اكتشاف اللي هو بيلعب، راجل بيلعب برضك، بيلعب باك رايت، ماشي بمستوى برضك كويس جدا. فشايف في مفاتيح لعب كتير، والنتائج الحمد لله بالمؤجلات اللي هي بقالها كتير اللي انت ما لعبتهاش قدرت تعمل بشكل كويس، وشايف ده كله ثقه بعد مثلا البطولتين اللي انت كان مثلا ما فوقناش فيهم يعني. تمام. منطير لزميلي العزيز كريم احمد مع النجم الكبير جدا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. خلاص زي ما انت قلت يا كابتن بيبو، كتب التاريخ، نقول لكل اولياء الامور واللاعيبه نقول لها ليه الامر الحقيقه بيبقى عليه او ليه دور مهم جدا جدا في اي بطوله، لان هو اللي بيأهل اولاده من الصغر، يعني ازاي يبقى بطل وازاي يعني بيتعب جدا اولياء الامر دوت، ان هو ازاي يعني بسبب ان يكون ابنه دوت بطل او ابنه الرياضي، بيكون له دور كبير جدا، وبياخد من وقته، بياخد من حياته، بياخد من صحته، وبياخد من قدراته حتى، انه يعني بيبقى ليه ازاي يجهز ابنه. فانا الحقيقه اي بطوله لازم اولي الامر او لازم اللاعب يشكر ابوه وامه، لانهم الحقيقه هم ليهم دور كبير جدا في البطوله. احنا كمان لازم نشكر كل اولياء الامور، عشان كده احنا كنا حريصين جدا ان احنا نتصور معاهم النهارده. اللي جاي لسه مطلوب منهم كتير قوي اللعيبه، ومطلوب كتير قوي لسه يا كابتن بيبو. اي بطوله بتخلص دي تاريخ. كويس، اللي جاي بقى خلاص ننسى اللي فات وبيفكروا في اللي جاي. شكرا لك. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، التواجد والحضور والدعم الكبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي لاولياء الامور، للاعبين، للجهاز الفني، للاداره، مجهود كبير بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي. ويمكن الفتره اللي جايه زي ما كابتن بيبو قال لكل اللعيبه وكل الجهاز، الفتره اللي جايه لسه اصعب، كل اللي فات خلاص دخل.
شكرا جدا يا كريم. يعني كريم بيتكلم ابو مسلم الكابتن خطيب بيقول ان خلاص البطوله دي انجاز وتاريخ، نفكر بقى في اللي جاي. ده طبيعه النادي الاهلي. اي حد ما احنا كنا موجودين خلص الموضوع. تاخد بطوله النهارده مثلا غير الفرقه الثانيه، عكس الفرقه الثانيه مثلا كنت تاخد كاس مصر الفرقه الثانيه بيبقى من الانتصارات لحد شهر. احنا النادي الاهلي كنا مثلا بناخد بطوله افريقيا واحنا عندنا 17 سنه او 18 سنه، والدوري بتروح تاني يوم خلاص الموضوع قفل، خلاص نبتدي نشتغل نبص على الجديد. ده النادي الاهلي وده قيم النادي الاهلي وده اللي موجود لروح البطوله زي ما بنتكلم عليه طبعا. عشان كده جمهور النادي الاهلي ما عندوش خيار تاني بس غير البطوله. النادي الاهلي ماليش علاقه بطوله، هو ملوش دعوه. انا ماليش علاقه، انت ظروفك ايه مش ظروفك ايه، انا عايز بطوله. طبيعي التعود على بطوله، وهو النادي الاهلي فريق بطولات، فهو مش قابل منك اي حاجه. عكس فرقه تانية مثلا يقول لك احنا اداء بس سوء الحظ. لا، النادي الاهلي ما عندكش الا بطوله، مالكش خيار تاني. فالناس اتعودت على كده، واحنا اتولدنا على كده، ودي زي ما نقول اجيال بتسلم اجيال. كل واحد الجيل اللي بيجي بياخد نفس الروح ونفس القتاليه اللي بيقاتل عليها في جوه الملعب. فده كله زي ما بقول لك جماهير النادي الاهلي مش تقبل بحاجه غير لازم البطوله طبعا. عايز تروح فين في التدريب؟ والله انا طموحي الحمد لله بداياتي كانت كويسه. زي ما قلت لك انا مثلا لعبت في احسن نادي في العالم كله، لعبت في النادي الاهلي، لعبت فتره كويسه جدا ان انا جبت فيها بطولات كتير مع النادي الاهلي. سافرت احترفت مثلا، انا اللاعب الوحيد زي ما انت قلت اللي انا لعبت 5 مواسم اكتر مواسم موجوده في الدوري الفرنسي، انا اللاعب الوحيد اللي موجود في مصر. لعبت بلجيكا، لعبت بلدين مختلفين، لعبت منتخب مصر. الحمد لله كلاعب انا راضي عن ادائي جدا. مستوى التدريب انا كنت ماسك في نادي التاج الحربي اول ما بطلت مع مؤمن سليمان، وصعدنا يعني اول حاجه صعدت الفرقه مع كابتن مؤمن اللي هو دوري ممتاز. فدي كانت بدايه قويه جدا. السنه دي دخلت في منظومه التدريب بقالي 3 سنين، دخلت السنه دي في قطاع الناشئين. فالحمد لله خطوه كويسه اللي هو كان منتخب القاهره حاجه كويسه. انا طبعا طموحي ان انا امسك يعني اكون ماسك منتخب او امسك النادي الاهلي طبعا. اي حد طموحه اللي هو النادي اللي اتربى فيه لازم يكون ليه دور فيه، فالواحد بيتمنى طبعا. فلسفه اي مدرب اللي انت يعني واخده دماغك واخده شكلك عايز تبقى تروح لدماغه هو، ولا انت ليك فلسفه خاصه؟ لا، هو انت بكل الفتره اللي انت بتبقى موجود فيها دي بتكتسب خبرات. يعني مثلا بتشوف مثلا الكروب بتاخد منه خبرات ازاي بيلعب، بطريقه اللعب ازاي، بيقدر يأقلم اللعيب ازاي، بيتعامل نفسيا مع اللعيب ازاي. وده فرق كبير جدا لازم تخلي بالك منه. اللي مثلا تشيلسي كان مثلا مورينيو بيتعامل ازاي مع صلاح، وكروب من الناحيه الثانيه كان بيتعامل معاه ازاي. فالدنيا واحد بيقدر يحتضنك كويس وبيخليك بتطلع احسن حاجه عندك شخصيه، ما ده الجزء اللي بنقول لك اللي هو النفسي اللي تقدر تتعامل معاه. فانت ماشي من مانشستر يونايتد اللعيبه عملت فرح، ما انا بقول لك دي انت تقدر تتعامل، اللي انت تقدر تعامل لعيب امتى، تقدر تبقى عندك الحزم. فدي كلها خبرات بتقدر تكتسبها في وقت اللي انت بتشتغل فيه في التدريب. بالذات كمان لما تكون انت مثلا لعبت بره او مستوى اعلى شويه، فالموضوع المعلومه بتاخدها باسهل، بتاخدها سهله جدا، فبتقدر تطبقها وانت مستريح. كلوب اللعيبه اللي معاه دايما كويسين. لا انا مقتنع. قول لي برده مين اللي بيأثر على التاني؟ لا انا مقتنع بيه من زمان جدا، من ايام كنت انا اصلا كنت موجود زي ما قلت لك في الدوري الفرنسي، فكان عندي انا حدود المانيا، فكنت بتفرج عليه يعني في ايام ماينز اللي هو كان معاه محمد زيدان. فكنت متابعه. فالراجل كان اداؤه ثابت، الشكل بتاعه نفس الكلام. لما راح حتى بروسيا نفس السياسه، ما غيرش شكله خالص. لما راح مثلا نادي كبير زي ما انت شايف ما ماسك في نادي كبير، نفس السياسه نفس الشكل، فسياسته بتاعته باينه. تختلف المدرب عن مدرب اللي هو بيقدر يطبق الشكل بتاعه ولا لا. وزي ما قلت لك في دجله مثلا الراجل مصمم اللي هو يلعب بنفس الاسلوب دوت. اي حد مين بيأثر على التاني؟ مثلا مين عامل النجاح الاول، المدرب ولا اللعيب؟ المدرب وغير الاداره طبعا. هي الاداره اول حاجه أكيد. اول حاجه في العامل 1000% الاداره، لان هي بتختار وبتنتقي مدرب. وعندك الثقه، لازم يكون في ثقه مع المدير الفني عشان تقدر تشتغل بشكل كويس. بالظبط. فالاداره اول حاجه تنظيميا، الثاني حاجه المدرب، ثالث حاجه اللعيب. اللعيب لازم يتاقلم. اللعيبه ميدو لو مش مقتنع بفكر المدير الفني، لو قعدنا من هنا للسنه الجايه مش هيشتغل. لما يلاقي في سبورت جامد جدا للمدير الفني، سبورت من الاداره اللي هو هنشتغل بالشكل دوت والسياسه دي، احنا كلاعب مصري هيختلف هيشتغل. امال انت لعيب مصري عارف الراجل ده هيمشي بعد اسبوع، والله لو عملت ايه مش هيشتغل. هو انا سياستي كده. واللي عايز اقول لك اللعيبه اتنين، ثقافه اللعيبه اللي فيه لعيبه مثلا في انديه صغيره لما يطلع في انديه كبيره الدنيا بتختلف، مش مصدق الحلم دوت، فيقعد فتره عبال اللي هو مش مصدق نفسه. ما ده دور مدرب بقى ابو مسلم. ما دور مدرب. وتاني حاجه مدرب. زي ما قلت لك في لعيبه تانية بتبقى الدنيا بالنسبه لها اسهل بكتير. ليه؟ هو اتعلم على كده عشان هو ملتزم. فلما يجي اي مدير فني بيشتغل. اللعيبه الموجوده مثلا واحد زي حسام عاشور، كل المدربين اللي جم حسام عاشور في الملعب كان لعيب، يعني الناس كلها بتقول حسام عاشور يعني لعيب في نص ملعب، يعني مش واخد مثلا الشو الكبير اللي هو مثلا اللعيبه الثانيه، ومش في منتخب مصر، مش منتخب مصر بس حسام عاشور من اهم اللعيبه موجوده في النادي الاهلي. نفس الشكل دوت بينطبق مثلا بيدو على النني. هو النني مثلا الناس كلها كانت مثلا كاس الامم ضد النني، بس كان اهم لعيب في موجود منتخب مصر اللي بيقدر يستحوذ الكوره بيطلع من رجله صح. فدي كلها دي مواصفات المدير الفني بيقدر يبص انا هطبق الفلسفه بتاعتي ولا مش هقدر اطبق. هو صعب انت تستلم وتسلم؟
اسهل حاجه في كره القدم السهل، اللعب السهل. شكله انت عارف اللعب السهل ليه مقومات كثيره جدا، وانت اكيد عارف اللعب السهل تحركات، واللعب السهل باص، واللعب السهل باص مؤثر، ما هي كرة اللعب السهل تمركز، لازم الاستحواذ. لكن اللعب استلام وتسلم اعتقد ان دي يعني حاجه سهله. ما انت خلي بالك استلام وتسلم تحت ضغط، مثلا لعيبه مثلا تبقى انت في وشك ممكن تديله كده، لازم في ناس ثانيه بتعمل اتجاه ثاني مختلف. بالظبط، انت لازم تبص من رجلك طالع 1000%. انت عندك يعني عندك الارسنال مش هتاخد حد، ولا مثلا الارسنال اي انديه اوروبيه. انا بتكلم في العموم، انا بتكلم في العموم بس. انت انديه كبيره، ما بص يا ميدو، انا مثلا كنت بلعب في فرنسا، انا قعدت 3 سنين بيراقبوني. يعني قعدت وانا بلعب في منتخب الشباب لحد لما رحت عند المنتخب الاولمبي بعد ما عديت المرحله. بالظبط بالظبط. فهم سكاوتنج، حاجه اسمها سكاوتنج اللي هو موجود. بيقدر يتابع اللعيب دوت عامل ايه. مثلا يروح مره والتاني واحد تاني غيره يروح يكتب تقرير بتاعه، فالناس دي بتشتغل صح. فعشان كده بقول لك مش وليت الصدفه، اللعيبه اللي موجوده في مصر دلوقتي عندها حظ كبير جدا. ما لعبوش مثلا اللي هي لعبه 100,000 متفرج، الميسات كله مقفول على بطوله. فالناس عندك بتلعب بدون جماهير، اريحيه، فعندك اريحيه كبيره جدا الا لعيبه الاهلي. وطبعا الاهلي لعيبه الاهلي حتى لو الجمهور مش موجود هم عارفين الجمهور شايفهم ومتابعهم. طبعا بص يا ميدو، انت لعبت في النادي الاهلي عارف اللي دي فيها نجوميه كبيره جدا، فيها ضغط عصبي جدا. وعشان كده اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون عنده الحتتين دول. لو عنده شخصيه، عندك شخصيه 1000% تقدر تشتغل في عز الظروف الوقت الصعب، والقوه لازم تبقى موجود فيها. ولازم يكون عندك رؤيه، اللي انا اقدر اشتغل امتى، اشوف الدنيا مستريحه اقدر اشتغل امتى، واقدر العب سهل امتى. فدي كلها بتبقى مقومات للعيب. ولازم يكون عندك مدرب شخصيه قويه جدا، شخصيه يعرف يحتويك ويعرف يطلع منك احسن ما فيك، ويعرف ازاي يزعق لك، يعرف ازاي ياخدك طبطب عليك. ما دي شخصيه، ما دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها مع احترام المديرين الفنيين كلهم كانوا موجودين قبل كده. كانت النقطه دي جوزيه، كانت جوزيه، كان مستر مانو جوزيه كان هو اللي يقدر. مثلا كنا بنلعب ابو تريكا نجم الفريق الشوط الاولاني يطلع يقول له انت ما جيتش معانا النهارده، طلع امتى ننزل الشوط الثاني ابو تريكا جاب 3 اجوان. فهي بتختلف عليه وعلى شخصيته، هي اللي منجحاها في الاول وفي الاخر شخصيتك. وعندك حازم، لازم يكون عندك حد حازم بيقدر يشتغل في وقت امتى اقدر اشتغل كويس جدا. حتى كابتن حسام بدري لما اشتغل برضه كان في نقطه برضه كان هو حازم شويه. فدي نقطه بتبقى ساعات في دي صفات مدرب، بيبقى يقدر يطلع امتى زي ما انت بتقول، ويقدر يشتغل امتى. فدي كلها بترجع له. شايف شكل الدوري مختلف عن قبل كده؟ شايف ان احنا بنتطور؟ شايف ان احنا نفس الاداء ونفس الريتم؟ شايف الدوري ازاي؟ هو الدوري السنه دي جينا نتكلم فيه من اصعب الدوريات. جينا نتكلم بالذات في القاع، يعني انت عندك مثلا جينا نتكلم هتلاقي الاسماعيلي تحت، هتلاقي انبي تحت، هتلاقي بتروجيت تحت، هتلاقي في انديه كتير جدا. هتلاقي مثلا من اول العاشر رميدو ماتش واحد، لو انت كسبت 3 بونت مثلا، احنا دجله امبارح كسبت خدت 3 بونت، بقيت التاسع او العاشر. نفس الكلام في المركز العاشر. العاشر ما انا بقول لك، يعني انت 3 بونت، فالفرق كلها ما فيهاش الموجوده في الجدول في قريبين جدا ماتش وماتشين. المركز الثلاثة بونت بيغيروا الشكل خالص. فعندك عندك الجدول بيبقى صعب جدا. تاني حاجة عندك كنا جينا نتكلم على فوق المستوى اللي فوق، نتكلم تجربة زي تجربة بيراميدز، تجربة كويسة بتدي شكل تنافسي موجود. نادي الزمالك اللي هو الخصم بتاعك ماشي بشكل كويس، انت بيزود برضك الطموح عندك اللي انت تبقى اقوى من كده. انديه كتير المويل العرب ابتدى يخش بشكل الانديه الجماهيريه، بقت الاتحاد السكندري المركز الرابع 26 نقطة عندك. طبعا الانتاج 26 نقطة الانتاج عندك مثلا الاتحاد السكندري مثلا بيلعب بطوله العربيه مصر الوحيد كمان، مصر الوحيد اللي موجود في مصر جدا. فدي كلها ميزات. احنا عايزين مثلا انديه جماهيريه كلها يبقى ليها شكل، يبقى لها تواجد. طب ايه اللي ناقص الدوري يا ابو مسلم؟ اللي ناقص الدوري حاجات كتير جدا، حاجات كتير لازم نتكلم فيها من اول التنظيميه. هو احنا بنتكلم فيها بقالنا سنين، بس احنا يعني ومهما اتكلمنا برضه خلي بالك بنذكر نعمل اللي علينا. لا هو اول حاجه تنظيميا، طبعا تنظيميا هي السنه دي صعبه، النادي السنه دي صعبه جدا بصراحه. لا صعبه تنظيميا، صعبه والله. كابتن عامر حسين يعني احنا بنعذره صراحه، اللي فيها اندية كتير بتلعب كتير. كان مصري بيلعب، وكان الاتحاد السكندري بيلعب، وكان الاسماعيلي بيلعب، والاهلي والزمالك. فضيف على كده حاجات كتير، يعني كان مثلا قبل كده كان عندك اهلي وزمالك هم اللي بيلعبوا باستمرار. دلوقتي دي الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، انديه كتير لعبت. ففي كمان اتحاد الافريقي كمان مش مساعد. انا بحط مواعيدك ماليش دعوه، ما هو ماليش دعوه، بحط مواعيده خلاص. طبعا السنه دي كمان عندنا حدث كبير جدا، لو احنا خدنا تنظيم الامم بطوله افريقيا، فده طبعا هتعمل لك شكل كبير جدا. ناقص الدوري جينا نتكلم ناحيه تنظيميه ميدو، لازم يكون عندك زي اوروبا كلها مثلا، زي ما قلنا لازم الفرق كلها تبقى عارفه قايمه كام، وهيبقى عندك كام تحت السن، وهيبقى عندك كام كده، عشان الناس كلها تقدر تعملها. او ممكن نعملها لو انت عايز تعمل دوري بروفيشنال، لازم يكون قايمه مفتوحه. لازم قايمه مفتوحه تعرف تجيب اللي انت عايزه. هي الناس هتقول لك لا طب انا قايمه مفتوحه كده اخد لعيبه عايده. لا هو هي الكوره بقت دلوقتي بزنس واستثمار. اخدت 50 لعيب على قد فلوسك تقدر تشتري. تاني حاجه لازم يكون مثلا عندك البطوله الدوري الممتاز،
شكل الدوري لازم يكون موحد. بلاش على قد فلوسك ده تشتري دي. ما انا بقول لك تلاقي في، ما انا بقول لك لازم يكون عندك مثلا 900 لاعب. بطوله الدوري ممتاز لازم يكون شكل الدوري، بطوله الدوري ليها شكل موحد مش كل سنه بتتغير. طب الكوره بتاعت الدوري ممتاز لازم يكون في كوره مثلا الناس كلها بتلعب اوروبا. لما انت بتبداي مثلا احنا خدنا حاجه من اوروبا بناخد الكوره واحنا نازلين هي نفس اللقطه بتاعت اوروبا. ايوه بسلم بقى الكوره مختلفه. أيوة بقى معايا كده. ما انا بقول لك الكوره مختلفه. يعني مثلا الاهلي ان احنا بنلعب بكوره، الاسماعيلي بيلعب بكوره، طب ما انت تعمل كوره موحده الناس كلها تلعب بيها تشتغل بيها. فالحاجات دي كلها ففي منظومه لازم حاجات كتير جدا لازم تبقى متغيره طبعا. طيب اخر سؤال هساله لك، الاسعار المبالغ فيها شايفها ازاي؟ لا هي اسعار مبالغ فيها كتير جدا بشكل كبير، بشكل ما حدش توقعه. يعني الاسعار نرجع نقول المواهب قلت، المواهب في مصر برضك ما فيش زي ما كنا زمان الاول. يعني الاهلي زمان كان في لعيبه كتير جدا والمصاريف ما كانتش كده. دلوقتي الموهبه قلت، مثلا كل نادي عنده مثلا 2-3 لعيبه مميزين فبيقدر عايز اكبر عدد فيهم. بالذات تاني حاجه بعد الاستثمار اللي دخل الانديه اللي دخل فيها انديه دخلت رفعت السعر جامد، سعر تتوقعه كان زمان عادي جدا يعني في 6-7 زيه بالظبط. الموهبه بقول لك الموهبه قلت. امال لو كان شوف ابو مسلم بقى في عزه لا فالموهبه قلت زمان. فانت عارف فهي دي بقى اللي بتعلي السعر، السعر بقى مختلف شويه. فنتمنى طبعا ان السعر، انا شايف ان في لعيبه ما تستحقش الاسعار دي، يعني في لعيبه كتير ما تستحقش الاسعار دي. انا بتمنى لك التوفيق ودايما ببقى مبسوط وانت معايا، وان شاء الله يعني استضيفك وانت مدير فني لفريق انت بتحبه او منتخب انت بتحبه في القريب العاجل. النادي الاهلي طبعا. النادي اكيد. نورت وشرفت يا نجم. ربنا يخليك، انا بشكرك واتمنى طبعا التوفيق، ونتمنى النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله تقدم والاستقرار والاحسن حاجه ان شاء الله نشوفها على طول. يعني الجمهور رايح معايا واحنا بنقولش نقدر نقول اكتر من كده. اكيد اكيد. اشكرك شكرا جزيلا نجم الكبير احمد ابو مسلم. شكرا. نطلع نشوف الزميل كريم احمد مع لقاءات مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في الاحتفاليه، ونرجع نستقبل الاعلاميه دينا محمد. كلمتين بقى للاعيبه النادي الاهلي، ببارك لكم طبعا الاول خالد بيه وعمرو بيه طبعا في البدايه، مجهود كبير بيبذل من الشطر الرياضي ومجلس الاداره، مسانده كبيره جدا، الفرحه حلوه والانجاز حلو، لسه ما حققناش حاجه زي ما الكابتن بيبو قال. كلمات سريعه لاعيبه النادي الاهلي واولياء الامور اللي بيهم دور كبير جدا. والله احنا طبعا في منتهى السعاده ان احنا بنسجل انتصار جديد يضاف لدولاب انتصارات النادي الاهلي، وان شاء الله دايما كده مجلس اداره مع الجهاز الفني مع اللعيبه في كل المناسبات الحلوه دي، ودايما عقبال بقيه الفرق الثانيه كمان ما بيبخلش، او المجلس الاداره ما بيبخلش على كل الاجهزه الفنيه باي دعم. فان شاء الله كده نتمنى ان نكمل بقيه المسيره مع بقيه الالعاب ودايما في انتصارات باذن الله. انا هاخد كلمه من طارق بيه لان انا مفارق بقى معالي الوزير بقى في كلام كتير، لكن طارق بيه حابب تقوليه في البدايه على المجهود الكبير الاول اللي بيبذل من النشاط الرياضي، لسه ما حققناش حاجه، بطولتين صغيرين جدا لسه ما حققناش حاجه. طارق بيه بنبارك لكل الشباب والبنات واولاد النادي الاهلي اللي حققوا نتائج غير طبيعيه في النشاط الرياضي، وده استمرارا للجهد المبذول جوه النادي الحمد لله من كل الانشطه الرياضيه الموجوده، وده مش غريب عن النادي الاهلي. الحمد لله هو مش غريب علينا ان احنا الاهلي يكسب، الحمد لله ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي انه دايما الاول. بس الجميل هو التلاحم اللي موجود دايما بين مجلس الاداره الحمد لله وبين جميع القطاعات العمل الرياضي اللي موجوده جوه النادي بكل الانشطه. يعني الحمد لله انت شفته النهارده سجلته بين كابتن محمود الخطيب والمجلس وبقيه منظومه العمل اللي جوه النادي، فعلا روح الفانيلا الحمراء موجوده وربنا يديمها نعمه دايما. مبروك يا طارق ان شاء الله. مستمرين معاكم كل مشاهدينا، انضم لي كمان بقى معالي الوزير العمري بيه فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. في البدايه عمري بيه ببارك لك وبهنيكم على مجهودكم الكبير اللي بيبذل، انا عارف ان العمل في صمت في كل الاتجاهات، نشاط رياضي، قطاع كره القدم، ملفات انشائيه واداريه، ملفات كثيره جدا، لكن النهارده يمكن احنا بصدد فرحه كبيره لكره السله بالذات وبالتحديد. حابب تقول الاول للبنات للولاد للمرتبط لان مجهود كان كبير وبطوله كانت صعبه جدا عمري بيه. خليني ابدا بشكركم جميعا قناه النادي الاهلي الحقيقه على وجودكم في كواليس النادي الاهلي اللي دايما بتنفردوا بيها، وان انتوا دايما على الهوا مع النادي الاهلي وبتنقلوا لكل محبي النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي لحظه بلحظه من داخل النادي الاهلي. بشكركم جميعا كلكم الحقيقه على مستوى طيب جدا. بشكر الحقيقه لعيبه النادي الاهلي وبشكر الاجهزه الفنيه، ويمكن النهارده واحنا جايين النهارده عشان ناكد على الروح الطيبة والعائلة والأسرة الكريمة للنادي الأهلي اللي دايما مترابطة، اللي دايما متفاعلة، اللي دايما بتحترم الخصم، اللي دايما روح واحدة، اللي دايما بتشتغل على اسم الفانيلا الحمراء. يمكن ده الكلام النهاردة اللي اتقال الحقيقة في الكلمات اللي اتقالت النهاردة. كمان بنشكر كل أولياء الأمور اللي كمان وإحنا النهاردة موجودين مع لاعبتنا وأجهزتنا الفنية
النهارده اولياء الامور موجوده وبتشجع اولادها. الحقيقه ده الدور الرئيسي في الملف دوت، والحقيقه هم مساعدين لينا بشكل قوي جدا. بشكر الحقيقه كل الاجهزه الفنيه الخاصه بقطاع الناشئين، لان الحقيقه يمكن المباريات اللي فاتت دي اللي احنا شفناها بتؤكد ان النادي الاهلي ماشي في الخطه السليمه في تطوير قطاع الناشئين في لعبه الباسكت والطايره والتنس وكل الالعاب وتنس الطاوله وكل الكلام ده كله. الحمد لله كل الكوادر اللي طالعه طالعه كمان بروح الاهلي، وطالعه الحقيقه بالقوه في الاداء والقوه في الروح والقوه في التماسك والقوه في ان اللي موجودين بره حتى على الدكه لما بتحط باسكت كله متفاعل مع بعض روح واحده، وهو ده النادي الاهلي اللي ان شاء الله نشوفه دايما 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 عالي في كل الالعاب ودايما وفي كره القدم وفي كل اللي جاي يكون افضل. الحمد لله والف الف مبروك، وان شاء الله يكون اللي جاي افضل باذن الله. عارف ان المباراه اللي قبل الاخيره بقى كنت قاعد على اعصابك، كان باين جدا طبعا الحماس الشديد جدا، لكن رجالتنا يمكن بالفعل اثبتوا ان هم يرتدوا فانيله النادي الاهلي، يعلموا شخصيه وقيمه النادي الاهلي. اللحظات دي كانت متمثله كعمرو بيه. والله سعادتي كانت الاكتر بالروح، بالروح والاداء والرجوله، وازاي ان انت لو شايف الفرقه اللي قصادك متقدمه عليك عندك حافز ان انت عندك ثقه في نفسك ان انت تكسب وان انت تقدر تعوض وان انت كمان تعوض بقوه وباداء راقي. الروح اللي كانت موجوده الحقيقه هي يمكن افضل واكبر مكسب دايما للنادي الاهلي، فاعتقد الاداء كان عالي جدا وكان جيد جدا. حقيقه كمان لازم نبارك للكابتن احمد الجرحي مدرب الشاب القدير الحقيقه اللي ادى اداء راقي جدا، ازاي قدر يرتب لعيبته وازاي نص الكلام ده. اوعى تزعل خد بالك هم بيكلموني علشان انا كنت زعلان من الماتش الاخير، وان ازاي الجيم يبقى ايه بهذا الشكل، يعني كنت زعلان منهم جدا، لانه المفروض مش يعني مش ده مش معنى ان احنا كسبنا ان احنا نهدى يعني ونسترخي، وللاسف هو ده اللي حصل. ولكن المباريات الجديه كانوا دايما الحقيقه، يمكن لما تبص برضو على المباريات اللي قبليها كنا بنلعب مين، بنلعب سبورتنج، بنلعب الزمالك، بنلعب الانديه كلها الحقيقه كانت قويه جدا وكلها، والحمد لله كلها وفقنا فيها الحمد لله بشكل كبير. فالف الف مبروك للنادي الاهلي، ودايما واللي جاي افضل باذن واحد احد. مبروك يا معالي الوزير. الله يخليك فندم، ميرسي جدا، وبشكركم جميعا مره ثانيه، وبشكر جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتتابع قناه النادي الاهلي، واللي دايما قناه النادي الاهلي ان شاء الله هتكون في المقدمه وفي حاجات جديده الفتره الجايه ان شاء الله تشوفوها على قناه النادي الاهلي اللي بتؤكد ان دايما الرياده للنادي الاهلي.